معانا مكرونه مسلوقه. مكرونه مسلوقه يعني كميه نقول نص كيلو مثلا. كيس مكرونه اللي هي الصغيره المقصوصه الصغيره مسلوقه اهي. ايوه عايزين بوله مكرونه مسلوقه. تمام. احنا منقيل الصغيره صح؟ الحجم الصغير افضل. خلاص. معانا كوبايه حمص. حمص. معانا كوبايه فاصوليا بيضه مسلوقه. معانا كوبايه فاصوليا حمراء مسلوقه. معانا كوبايه ذره صفراء. والذره الصفراء مسلوقه اوريدي. اوكي. مسلوقه او متجابه كده؟ ما هي مسلوقه معلوم. يعني عامه اللي بتتباع في العلب دي. تمام. زيتون. كوبايه زيتون. اخضر او اسمر ما فيش مشكله. بقدونس. معلقتين بقدونس مفروم. فلفل حامي للي يحب، لو ما يحبش اختياري. ممكن فلفل رومي لو مش عايزين. الدريسنج بتاعها بقى عباره عن مستارده، ليمون، خل، سكر، ثوم، بابريكا وملح. مفيش زيت خالص؟ لا في زيت. احنا لسه هنجيب زيت عادي ولا زيت زيتون؟ لو زيت زيتون يبقى افضل. جميل. زيت زيتون عندنا. طب انا عايز اسال سؤال بقى، هتحطي قد ايه زيت؟ عشان بس انا جات لي فكره هقولها دلوقتي. تمام. هحط ربع كوبايه زيت. طيب الساده المشاهدين الجمال اللي بيعملوا دايت ممكن ياخدوا السلطه دي بس يخففوا زيت. لا يخلوا معلقه زيت واحده هتدي نفس الطعم، هتبقى وجبه صحيه روعه، لان كميه المكرونه اللي احنا هناخدها كلها مش يعني مع الكميات اللي احنا موجوده دي هتبقى متناسبه يعني. فلو خففنا الزيت شويه هتبقى اكله حلوه قوي. هجيب لك بوله اكبر. بوله اكبر اهي. وبعدين ناخد المكرونه نحط احط كل الحاجات. كل الحاجات. طيب. على بعضها الاول ما عدا الدريسنج هنعمله الاول بره. بيضه وفاصوليا حمراء. وحمص مسلوق. احنا بنسلق البقوليات دايما نضيف ربع معلقه كمون عشان منع الانتفاخ والغازات بتاعتها، وكمان ما تعملش مشكله في القوام. جميل. تاني هنقول الحته دي بس بعد ما ناخد معانا اتصال. مين معانا؟ يا مدام ايمان. شويه بس خلي شويه فيك. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك يا شيخ يسري؟ الحمد لله بخير والله طول ما انتم بخير. الله يخليك. معاك. الو. معاك ايمان من الغردقه. يا اهلا بيك يا مدام ايمان، اهلا بحضرتك. الله يخليك. اخبار الجو في الغردقه ايه يا ايمان؟ متشكرين قوي اللي انت بتجيب لنا الناس اللي بنحبهم. ربنا يخليك. ما احنا طبعا اهم حاجه عندنا سعادتكم انتوا. ربنا يخليك. الله يخليك. اتفضلي. احنا اتعلمنا منك كتير وتعلمنا من راسي حاجات كتير جدا حبيبتي. وبرده مش هنسى شيري سهران برده يا حبيبه قلبي، برده اتعلمنا منها حاجات كتير. ويا بختك ان انت النهارده هتاكل من ايد راسي. ربنا يخليك يا مين. ربنا يخليك يا قلبي. ربنا يخليك. اولا انا كلت من ايديها اكلها تحفه. اكيد طبعا. اكيد اكيد. اولا انا بشكرك على كلامك الجميل، وفعلا يا بختي ان انا هاكل ادوق اكلها النهارده. يعني مدام رشا من الناس اللي لها جماهيريه عريضه جدا على صفحات التواصل الاجتماعي، وكمان هي حد كده كويس ذو اخلاق عاليه برضو محترم في تعاملاته. وانتم شايفين قد ايه اصحابها بيحبوها. ميرسي يا شيف. ربنا يخليك. طيب اجيب لك مضرب نقلب. ماشي مفيش مشكله. احنا حطينا زيت الزيتون مع المستردة. مع المستردة وخل وليمون. شويه بابريكا. بابريكا. كمون. ثوم. وادي الليمون. ماشي. خل. حطينا. طيب سكر. معلقه سكر. أيوة. دي مهمه قوي في السلطه دي. الطبق الغرف يا سعد من فضلك. كمون. كمون. هنقلب بقى. عايزه ملح. من هنا. طيب هجيب لك انا ملح.